هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضع ضغطا على السعودية إذا ما فتحت باب التجارة والاقتصاد والتبادل التجاري مع إيران، خاصة وأن مثل هذه التحركات تخلص إيران من ضغط العقوبات الأمريكية والغربية؟ هذا سؤال جيد جدا. أعتقد أنه من المهم أن نبقي في أذهاننا أن هناك بعض السخرية في هذا الأمر. قبل بضع سنوات فقط السعودية العربية كانت تحث الولايات المتحدة في أن تضع أقصى العقوبات ضد إيران. أما اليوم فنحن نتحدث أن الولايات المتحدة قد تعاقب السعودية العربية بسبب علاقاتها الاقتصادية مع إيران في القطاع العام وفي القطاع الخاص كذلك. أنا لا أعرف بشكل أكيد كيف يمكن للولايات المتحدة أن تكون ردة فعلتها إذا ما كانت هناك ستضع عقوبات أو عقوبات ثانوية على إيران بسبب ذلك. ولكن في نهاية المطاف السعوديون يريدون أن يعرفوا يريدون الولايات المتحدة أن تعرف أن السعودية بلد مستقل ولا تأخذ الأوامر من الولايات المتحدة. فربما السعودية العربية ستشعر أن خرق العقوبات الثانوية الموضوعة على إيران قد لا تقود إلى أن الولايات المتحدة ستعاقب السعودية العربية، وربما أن السعوديين سيكونون أكثر ثقة في تقدمهم في هذا الأمر عن طريق إنشاء علاقات اقتصادية حيوية مع إيران. ولكن في نفس الوقت كما قلت العقوبات لا تزال موجودة ولا تزال مفروضة، وبالتأكيد السعوديون يعرفون ذلك. لذلك فقد يتطلب الأمر بعض الوقت من أجل أن نعرف كيف تقترب السعودية من إيران من الناحية الاقتصادية. وأنا أقول نفس الشيء فيما يتعلق بالسعودية وسوريا مثل إيران، فإن الولايات المتحدة تضع عقوبات صارمة جدا على سوريا، قانون سيزر، قانون قيصر، ولدينا كذلك الدول في الخليج مثل الإمارات ومؤخرا السعودية العربية الذين يتصالحوا وقاموا بالتصالح مؤخرا مع سوريا. قد لا يكترثوا بقانون قيصر ويريدون أن يثبتوا استقلالهم من الولايات المتحدة، وقد يقوموا بالتغاضي عن قانون قيصر خاصة إذا ما فكروا أن الولايات المتحدة لن تقوم بالدفع ضد هذا الأمر. هذا ينطبق أيضا على إيران. نحن لا نعرف بعد كيف يمكن لهذه الولايات في منطقة الخليج مثل السعودية العربية ستتصرف.